الآن استمعت إلى رسالة دولة رئيس نعم الوزراء إلى سماحة السيد مقتدى الصدر، بها مجموعة من النقاط كثيرة تستحق أن نتوقف عندها. في مقدمتها يقول له: أتفق أنت والسيد العامري على طلب استقالة هذه الحكومة؟ فأني سأقدم استقالتي. يعني ما أعرف ماذا يقصد السيد عبد المهدي، هل الأمر متوقف على قبول أو رفض السيد الصدر والسيد العامري؟ إذن ما هي الأصوات التي موجودة في الشارع الآن؟ ماذا تقول؟ ماذا تطالب؟ هل بمعنى أنه غادر أصوات هذه الملايين والدماء والشهداء، وبالتالي سماحة السيد مقتدى هو الذي يقرر والسيد عادل عبد المهدي؟ يعني هو هاي النقطة الرئيسية، هل تفهم بهذا الشكل؟ هو هاي النقطة الرئيسية اللي يبدو بيعجز عن فهم رئيس الوزراء أو ما يريد يفهمها. مدافتين النقطة الرئيسية، أكو صوت الآن بالشارع وبالشعب وبدماء ليقولهم الحكومة تريد وضع جديد، يريد هذا الحكومة ينبغي أن غادر المشهد لجل نفتح صفحة جديدة. والآن أنت ما تقدر اليوم ترضي الناس وتخفف من غضبهم بإجراءات، هسه خلينا ناخذ الإجراءات اللي يناقشها البرلمان، هذه الإجراءات كان المفروض تناقش قبل أشهر. قبل عفني من هذا، أنا بدي أتمحور بالخطاب. إي بدأ يسمع، يعني هو الآن الصوت مالته لحقيقة أنه هو الآن يعتبر القضية أنه القوى السياسية اللي شكلت الحكومة السابقة، شكلت الحكومة واللي هي هو مسؤول أمامه، ما مسؤول أمام الشعب، مو مسؤول امام الشعب، مسؤول امامه كانه، ولا كانه الشعب هذا اليوم هذا الصوت الهادر، ولا كانه هو يعني هل هو جزء من الوفاء؟ هل هو جزء من الاحترام؟ هل هو جزء لاحراج هذه القوى؟ انتم من جئتم بي وانتم من تقيلوني؟ مدى افهم انا؟ يعني وضح لي انت شلون تقرا هذه الصوره؟ يعني هو بالنتيجه يبدو لي انا قاعد اقول اسير هذه المعادله. أسير هذه المعادلة، هاي القوى اللي جاءت به، فعلا جاءت به، قوى جاءت به، واليوم هو يعتقد أنه هي عم سلم أموره لهذه التوافقات السياسية، وكأنه هو ليس مسؤولا، وكأنه الآن يشعر مو هو المسؤول. يعني هل نقرأ بين السطور هو يريد أن يقول، هو استنتاج أو هو سؤال أنت بماذا تستنتج عنه؟ هو يريد أن يقول إذا كانت هذه الحكومة فاشلة أمام شعبها فأنتم من أختارها وأنتم من أفشلها، وبالتالي أنتم من يسقطها. يعني هو بالمطاف الأخير إيه، يعني هو أنتم المسؤولية يمكم أنتم الآن. أنا عمليا أنا اللي سويته واللي عجزت عنه مو بمعزل عنكم، مو بعد مسؤوليتكم، وأنتم الآن إرادته الآن عمليا ممسوحة إذا إرادة هذه الأطراف. في الوقت نفسه أنه البلد اليوم يحتاج هو كرئيس وزراء، كرئيس أدى مسؤوليته الخاصة. إذا حتى في إجابات الأخرى يعني على بالرسالة، أنا إذا أطلع ولازم رئيس الجمهورية يسوي كذا والدستور يسوي كذا، النقطة مو هنا. أنت اليوم أنت المسؤول، أنت رئيس وزراء الآن تتحمل المسؤولية. هسه أنت من الوراك، من اللي كابحك، من اللي لازمك، هاي موضوع آخر، بس أنت اليوم في الصف الأول وأنت تتحمل المسؤولية الأولى إذا ما دار، إذا الدماء اللي سارت، إلى كل المعاناة اللي يشوفوها الناس. الآن أنت المطالب الآن أن تقدم استقالتك ويا اعتذار الشعب هذا. إذا أراد أنت الآن تترتب عليك مسؤوليات جنائية بصراحة نتيجة هذا اللي حدث، أنت المسؤولية يمك. الآن تقول لي الآليات الدستورية وغيرها، أنت سوي اللي عليك، انت سوي اللي عليك، انت تقول الان يابا انا استقاليت، انا اقدم استقالتي. هسه الان الحكومه البرلمان شو هيتعامل، رئيس الجمهوريه، هاي حصير قضيه اخرى. المسؤول اليوم انت، سوي المسؤوليه، الكره في ملعبك انت الان. اذا ما تسويها انت المفتاح الاولي ليجي شويه امتصاص غضب الناس. انت كل ما يدور اليوم انت تقول يصير فوضى، احنا تتحول الى فوضى. البلد الان اليوم معطل البلد، اليوم معطل البلد، وربما باشر عقبة تتفاقم الأمور، وأنت تتحمل المسؤولية، رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية، لا يقيع على آخرين. أي شيء يصير، الدماء إذا سيل، إذا البلد وقف، إذا المدارس وقفت، إذا المعامل وقفت، وكو احتمال اليوم تتسع الرقعة، رقعة الاحتجاجات، فهو يتحمل المسؤولية الأخرى.